بصي بنجد تحيه المشاهدين. طبعا انتوا عارفين الستات بيبطلوش كلام خاصه في الفاصل، لو الفاصل ده اتسجل لنا مش قادره اقول لكم هيبقى مثير ازاي. انا كنت بسمع اغنيه عمرو دياب وبروح عليها. بعدين بنعمل حوار مع الدكتور نبيل صاخب وصعب جدا جدا، لكن خلينا نقول بنجد تحيه ليكم مره تانية. وصلاح جاهين كان بيقول اجمل درس او كلمه اجمل درس اتعلمناه ان كلمه ايوه جميله بس الاجمل كلمة لا. لكن الحقيقه ان الاهل بيخافوا من اولادهم، انا من الاهل دول شويه يعني، ان هم يقولوا او يتعودوا على كلمه لا. ليه بيخافوا؟ يمكن من فقدان السلطه الابويه، يمكن من تمادي الأبناء في العند وفي التمرد. أنا بحس إن الأطفال بيتولدوا ما بيقولوش واء زي إحنا كنا بنقول واء، أو الأطفال الطبيعيين هم بيقولوا لا 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 لا. فالكلام ده صح يعني؟ هل صحيا إن إحنا نسمح لأولادنا إن هم يقولوا لا وما يقولوش نعم؟ هل في ناس بتشوف ان ده مش بر بالاهالي، وفي ناس بيقولوا لا ان ده بيخلق شخصيه، وفي ناس بيقولوا لا ده ما بيخلقش شخصيه خالص، دي ناس عايزه تتمرد تمرد من اجل التمرد وخلاص. اسئله كتير ونقط كتير جدا ومحاور كتير. هل ده في مصلحتهم؟ طب لو هي في مصلحتهم ازاي ننميها؟ امتى تكون لا استقلالية وامتى تكون لا تحدي للاهل والتمرد من اجل التمرد؟ ده التمرد غير الذكي. اسئلة كتيرة هنعرفها من ضيوفنا اللي منورنا النهاردة، طبعا صاحب البيت كل يوم حد، دكتور نبيل القط اهلا بيك، ومنورانا اخصائي صحة نفسية وكاتبة سارة نجار، اهلا يا سارة. اهلا وسهلا بحضراتكم. اسمحوا لي بس الاول ان انا السؤال بتاعي شوية هاخده بره الفكرة دي، هي الفكره، بس انا عايزه اخد في نقطه. انتشر مؤخرا فيديو واحده من صديقاتي، على فكره انا عارفاها كويس جدا وبحترمها جدا جدا، وانا عارفه ان الفيديو ده جزاها الله خيرا، انا بعتقد ان هي كانت عايزه تدي رساله، ولكن اللي ضايقني في الفيديو فكره ربط الطفل ان انا لما بقول لا انا بغضب ربنا. فكره كلمه وجود لا للطفل على انه شيء شنيع مريع يستحق دخولك عليه النار، عقوق العقوق ودخول النار، العقوق الوالديه. لو الام قالت لا ولا لو الطفل قال لا؟ لما الطفل يقول لا. اوكي تمام. هل مش قصدي انقدها، ولكن هل ده تقديم جيد للطفل وانطباع جيد للطفل ان هو يسمعه من مدرسته؟ اتفضلوا انت حضرتك وبعد. يعني مبدئيا كده قولا فاصلا وواحدا انه احنا لازم ولابد نعلم الاطفال قبل اي حاجه ازاي يقولوا لا. ازاي يقولوا لا؟ اوكي. ان هم يقولوا لا وازاي يقولوا لا. وعلى ايه يقولوا لا؟ بالظبط. كل ده بس خدي بالك كل مرحله ليها قواعدها، يعني سن 3 سنين انا لازم اعلمه ازاي يقول لا، بس هو مش هيعرف يقول لا ازاي. فانا لازم اعلمه يقول لا، لازم اقول له قول لا. قول لا للاغراض، قول لا لللمس، قول لا لاي حد عايز يديك حاجه غير بابا وماما. قول لا للاعتداء او للعنف، كل الحاجات. قول لا لحاجه مضايقاك. فكل مرحله ليها اللا بتاعتها. ايوه بس ده انتباه، يعني ده وعي وانتباه. مش بتكلم على لا يا سوري الاول، قبل الوعي والانتباه. ايوه ما هو ده وعي ان هو امتى يقول لا. ده مرحله متقدمه، ده دي لا الذكيه. انا في الطفل الصغير انا محتاج اعلمه اللا الصارمه، لانه الطفل مش هيفهم. يعني هقول له في العموم قول لا ما عدا البابا وماما مثلا. وهعلمه حتى وانا كاب وام ازاي يقول لي انا لا، عشان يتعلم ده يتدرب على ده. بس انا بتكلم على قواعد عامه دلوقتي، نخش في التفصيل بعدين. بس ردا على هذا الفيديو، بالعكس تعليم الاطفال كلمه لا شديد الاهميه، ممكن اتكلم بعد كده اقول شديد الاهميه ازاي، لكن هو اساسي في بس حضرتك استثنيت الاب والام. طبعا هو كان بيتكلم عن الاب والام. طيب خلينا